بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أبنائي طلبة البكالوريا الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا الجدد، مبارك لكم وعليكم حصولكم على الشهادة. أرجو أن توفقوا في مساركم الجامعي وأن تصلوا إلى أعلى المراتب بإذن الله تعالى وحوله وقوته. أنا الأستاذ بن بشير معمر، أستاذ رياضيات بالمدرسة العليا الرياضيات بسيدي عبد الله، حامل لشهادة دكتوراه دولة من جامعة باب الزواق، بروفيسور في الدرجة. سبق وأن درست بجامعة البليدة، جامعة باب الزوار، الجزائر واحد، بجامعة خميس مليانة، جامعة بشار، جامعة غردايا، جامعة تمن راست، الأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة بشرشال، وقد كنت رئيسا للجنة الوطنية البيداغوجية لميدان الرياضيات والإعلام الآلي. تقلدت كثير من المناصب الجامعية في علاقة بالبحث العلمي وكذلك بالأمور البيداغوجية. وفي الحقيقة طلبتي هم أصدقائي وأبنائي، فلدينا علاقة مميزة جدا، وهذا من الأمور التي تفرحني كثيرا وتسعد قلبي. أردت في هذه العجالة أن أنبه أبنائي الجدد المقبلون على الجامعات والمدارس العليا بنقاط لعلها تكون لهم عونا في مسارهم الدراسي. القناة التي تشاهدون فيها هذا الشريط هي قناة مخصصة للرياضيات، تجدون فيها باللغة العربية وباللغة الفرنسية وباللغة الإنجليزية، غير أنه في الآونة الأخيرة ومتى مع توجه التعليم نحو اللغة الإنجليزية، فقد اخترت كذلك أن أدرس بها، فتجدون فيها كثير من الأمور التي تتعلق بالتحليل، الطوبولوجيا، التحليل الدالي، المشتقات الكسرية، وهناك أشياء أخرى يمكنكم أن تطلعوا عليها في حينها. فقط في هذه العجالة وددت لو أجيبكم على هذا السؤال: ما من الثانوية إلى الجامعة ما الفرق؟ الإجابة العامة قد لا يكون هناك فرقا يقتل أحدا، كل ما في الأمر هو أنه يحتاج الإنسان أن يكون إلى حد ما واع بالمهمة التي تنتظره. وعلى هذا أفصل لكم هاتين النقطتين الأساسيتين الفاصلتين اللتان تجعل من الشخص ناجحا أو فاشلا إلى حد ما. النقطة الأولى فيما يخص النظام العام في الجامعات أو في المدارس العليا، الفرق الوحيد بينه وبين الثانوية هنا أنه تملك حرية، أكبر. بمعنى أنه لن تجد هناك أحدا يراقبك ويعنفك عندما لا تحضر إلى القاعات، عندما لا تقوم بواجباتك. كل ما يوجد هو أنه إن لم تقم بواجبك يعطى لك صفر، ويدعى لك دعاء مستجابا. لماذا؟ لأنك لم تقم بعملك، فلا يلومك على ذلك أحد. أقول لك في بعض الأحيان قد يدعو لك الناس دعاء ستعرف معناه ومغزاه في حينه. فإن أنت ملكت حريتك، إن أنت تحكمت في حريتك هنا، بإمكانك أن تنجح. من الحرية التي أتحدث عنها أنك تبدأ، ومن البداية، إذن من البداية من الأول، حضور الدروس بدون استثناء، الأعمال الموجهة، الدروس في المدرجات، وخصوصا الدروس في المدرجات، لأنه هي التي تؤسس لك. ولكي تستطيع الحضور للدروس جميعا دون استثناء، عليك ابني بنيتي أن تنام باكرا، أن تنام باكرا. لماذا؟
ولماذا بالضبط قمت بتسجيل هذه الشريط الآن؟ لأنه بقيت لك حوالي 20 شهر تعود نفسك على عدم السهر، لأنك إذا قمت بالسهر إلى 1، 2، 3 صباحا لا يمكنك القيام عند الساعة 8 صباحا، ولا يمكنك حضور الدروس نتاعك. إذا حضور الدروس مربوط بأن تنام باكرا. يبدو لك الأمر بسيط، إلا أنه ذو أهمية كبيرة جدا، وهو فيصل ولا ينبئك مثل خبير. اسألوا زملائكم السابقون سيقولون لكم كان لنا عدو، والعدو الكبير هو أننا كنا نقوم بالسهر. إذا هذا نظام حياة وهو فاصل، فعلم نفسك أن تنام باكرا وابدأها من الآن. ولكي تنام باكرا بنيتي عليك أن تقلل، لا أقول لك تمتنع، تقلل من الهاتف، فإن أحدهم يستلزم الآخر. إن أكثرت من استعمال الهاتف في مواقع التواصل التي تأكل العقل والقلب معا لن تستطيع أن تنام باكرا، فإن لم تستطع أن تنام باكرا فإنه لا يمكنك حضور الدروس. أعتذر، فإنني أركز على هذا الثلاثي الخطير تركيزا مبالغا فيه. أعيد من جديد، خذ ساعة من الزمن في اليوم تصفح فيها الهواتف. أقول لك ساعة، قد يقول لك غيري لا تتصفح تماما. أنا أعرف بأن هذا مستحيل في حالة أبنائي وبنات الطلبة. اجعل ساعة فقط في النهار، ثم نم باكرا، ثم استيقظ باكرا، واحضر دروسك. هذا فيما يخص النظام العام. أما باقي الأشياء في الجامعة فهي كلها عادية جدا، ستتعود عليها ولن تخرج عن المستطاع المعتاد. فقط هي نصيحة، وقد لا تكون من حقي أن أفعل هذا، إلا أنني سأقولها. تريث عندما تدخل إلى الجامعة، تريث في اختيار أصدقائك. أصدقائك، لا تتسرع، فإن الصاحب ساحب، الصاحب ساحب. إن تعرفت على أشخاص مجتهدون مثابرون سيسحبونك نحوهم، وإن تسرعت وتعرفت على أصدقاء غير ذلك سيسحبونك نحو ذلك. فلا تتسرع في اختيار الأصدقاء، خذ وقتك حتى تجد من الأشخاص الذين تعتقد أن فيهم الخير والذين يعينونك على الفلاح. وقد قيل قديما، تعرف إلى الناجحين يسهل عليك تحقيق النجاح. هذا فيما يخص النظام العام. الآن فيما يخص البرامج الدراسية، البرامج الدراسية في الجامعات تختلف اختلافا أكاد أقول جوهريا. الدراسية، سأخذ على ذلك مثالا للتوضيح، وهو التحليل، باعتبار أنني أستاذ رياضيات. تحليل المقياسين 1 و2 الذي يدرس في الجامعات الجزائرية تقريبا، وحتى في المدارس العليا تقريبا، بنفس الكيفية، نفس البرامج، وهو برنامج عالمي ليس جزائري. في الثانوية في الجامعة، في الثانوية المبدأ العام وهو التدرب، وفي الجامعة هو التعلم. أيوجد بينهما فرق؟ نعم، يوجد بينهما فرق، وفرق جوهري تماما. الذي يدربك على الشيء فهو يعلمك، فهو يلقنك الحالات الممكنة المتكررة وعلى الطرق والمسارات المعروفة، فأنت تتدرب عليها. عيب هذا الشيء هو أنه إذا خرجت على الميدان الذي فيه تدربت سيصعب عليك الأمر، وقد لا تجد حلا لما تبحث عنه. وأما التعلم
فالتعلم هو أكثر من التدرب، يعني قد تجد التدرب يدخل في التعلم. التعلم هو أنك تدرس أشياء، تتمرن على أشياء، فإذا وضعت في مكان غير الذي تعودت عليه يمكنك أن تجد لذلك حلا. أضرب على ذلك مثال فيما يخص الثانوية. إن أخذنا على سبيل المثال فكرة ما في الثانوية، تعطى لك القاعدة ثم تعطى لك تمارين لتطبيقها. خذ مثلا نظرية لوبيتال والتي تستعمل في إيجاد النهايات، عندما يكون لك نهاية من صفة صفر على صفر أو ما لا نهاية على ما لا نهاية، أنت هنا تستعمل ماذا؟ تستعمل قاعدة لوبيتال. في هذه الحالة طبعا مع شروطها وملزماتها، عندما تذهب إلى الجامعة ستقوم باستعمال نظرية لوبيتال بطبيعة الحال، إلا أنك تقوم بإثباتها. وقد يزيدك الأستاذ من الشعر بيتا، فلا يكتفي فقط بإثبات نظرية لوبيتال، بل يضيفك نظرية سيزارو، وهي نظرية تعمم بشكل رائع ولطيف جدا حالة نظرية لوبيتال، فتجد فيها حالات كثيرة جدا. على سبيل المثال في الثانوية تجد القاعدة مثلا إذا كانت لديك دالتين والدالة جي غير معدومة، فإذا أخذت المشتقة مثلا فأنت تعرف القاعدة. في الجامعة تقوم ليس فقط باستعمالها ولكن بإثباتها، فالإثبات هو الذي يطور من تفكير الشخص، الإثبات وإمكانية الإثبات هو الذي يطور من إمكانية الشخص العقلية، فالعقل يتدرب كما يتدرب البدن على الأمور الرياضية. مثلا تقول في الثانوية، تقول باللي إذا كانت لدينا دالة آف وهذا الدالة هي متزايدة تماما على مجال معين أو متناقصة تماما، أي أنها رتيبة ولا يذكر لك الاستمرار، فتقول بأنها تقبل دالة عكسية، أي أنها دالة متقابلة. في الجامعة سيركز لك على كون F ضروري أن تكون دالة مستمرة، وتعطى لك أمثلة في حالة عدم استمرار F مع رتابتها التامة لن تحصل على دالة متقابلة لذلك. وفيه أمثلة كثيرة جدا يمكن أن أسردها كذلك على المتواليات أو المتتاليات. عندما تأخذ متتالية، إذا كانت المتتالية محدودة من الأعلى ومتزايدة فهي متقاربة، تقوم بإثبات هذا. إذا كانت المتتالية محدودة من الأدنى وهي متقاربة، تقوم بإثبات هذا. إذا كانت المتتاليتان متجاورتان فإنهما متقاربتان ونحو نفس النهاية. فهذه الأشياء التي كنت تأخذها على شكل قواعد تقوم بتطبيقها في الجامعات عندما تدرس أو المعاهد العليا سيقومون لك بالإثبات. فقط هنا أريد أن أشير إلى أن بعض التخصصات التكنولوجية لا يقومون بالإثبات، وإن كنت شخصيا أعتبر هذا عيبا في تدريس مادة الرياضيات للطلبة، فإنما وجدت الإثباتات وتطبيقاتها لتثبيت الأفكار. علمني كيف أصيد سمك وأنا أشكرك على أن لا تصيد لي سمك. أرجو أن يفيدكم هذا الشريط، وأرجو كذلك أن نلتقي في حصص عندما نبدأ السنة الدراسية الجامعية
مقبلة. بارك الله فيكم، وفقكم الله لما يحبه ويرضاه، وجعلكم ذخرا لوالديكم، وجعلكم قرة أعين لأهليكم. شكرا لكم، إلى المرة المقبلة.